نظمت الجمعية المغربية للعلوم الطبية على مدى يومين النسخة 35 من مؤتمرها الطبي بالدار البيضاء بمشاركة مجموعة من الأطباء والمختصين في البحث العلمي الطبي ومسؤولي قطاع الصحة. هاد الدورة 35 ديال المؤتمر الطبي ديال الجمعية المغربية للعلوم الطبية فهي عندها محور رئيسي ومهم في الميدان الطبي، ألا هو التكوين المستمر للأطباء، لا الأطباء في دور التكوين ولا الأطباء اللي تخرجوا. لحقاش نعرفوا بأنه في هذا الميدان ديال الطب هناك مستجدات وهناك تقدم، وهذه المستجدات ولا بد الطبيب يكون على علم بها باش يعطي أحسن علاج للمريض ديالو. وحنا أيضا في هذا كاينه ورشات لحقاش اهتمينا واعطينا واحد المكانة مهمة بالنسبة للأطباء الشباب في دور التكوين باش يكون عندهم واحد النقاش مع الأساتذة ديالهم، وباش إن شاء الله يكونوا عندنا بدورهم هما أساتذة اللي يمكن يكونوا الجيل اللي جاي. وناقشت هذه الدورة مجموعة من المحاور المتعلقة بالتكوين والتكوين المستمر والبحث الطبي على شكل جلسات ولقاءات لتقييم الخبرة والمعرفة في مجال العلاجات. أنا جيت باش نتكلم لهم على الإصلاح ونذكروا عندهم غادي يهضروا كذلك على التكوين المستمر لأنه مهم بزاف في ميدان الصحة. تتعرفوا بأن العلوم ديالنا تتغير بواحد الوتيرة كبيرة، وغادي يتكلموا كذلك على البحث العلمي وعلى تخوازيام سيكل يعني الريزيدانا والانترنا، باسكو دابا هذا إصلاح ديال السلك الأول والثاني، دابا خصنا نفكروا في السلك الثالث، شنو هما الأخصائيين اللي غادي يحتاج المغرب في المستقبل. وأسدل الستار عن هذه الدورة يوم السبت الموافق للسابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، حيث عرفت نجاحا كبيرا تدرس من خلاله المختصون في مجال البحث العلمي آخر ما توصل له الطب لعلاج الأمراض المزمنة.